السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير. قبل ما نبدا الفيديو ديالي كنطلب منكم دائما تفعلوا الجرس وتضغطوا على الجيم، وكنتمنى نلقى منكم تشجيع باش نزيد القدام ونقدر نفيدكم. المهم اليوم غندير غديوتي، بغيت نشارك معكم غديوتي بالنسبه للطبق الاول. ف غندير الزعلوك ديال الخيزو، يعني انا عارفه تبارك الله المغربيات حادقات، يعني غيعرفوا، ما يحتاج يعني انني نقول لهم الطريقه، ولكن كان يعني اقتراح. يعني بزاف الناس كيدوخوا ما كيعرفوش اش يديروا باش يزينوا المائده ديالهم. المهم غناخذ كيلو ديال الجزر، كنشدو كنقطعو، كان عفوا كنقشرو، كان اسمي الثومه، ثلاثة دروس تاع الثومه، شويه ديال المعدنوس، الملحه بطبيعه الحال، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، والزيت بطبيعه الحال. ونسيت نديرو طريفات تاع الحامض، الطريفات تاع الحامض غنخليوهم تقريبا حتى الاخر. دابا غنمشي نحك خيزو، انا غنديرو محكوك ما غنسلقوش باش تبقى الفائده ديال الخيزو كامله تبقى فيه. غنشد خيزو غنحكو وغنحك معاه الثومه ونطلقوا من بعد. هانتوما البنات، حكيت خيزو وحكيت الثومه، حكيتها بهاد الحكاكه الرقيقه لانها باش ما تاخذش ليا الوقت ويجي يعني يجي بحال دايره يعني طحناه في الماكينه، يعني فهمتني. المهم دابا غندير شويه الملحه على حسب الذوق ديالكم البنات، شويه ديال التحميره، انا كندير فيها شويه التحميره لحقاش كيعجبني اللون ديالها، اللون الاحمر كتجي زوينه. شويه ديال سكينجبير، انا ما كنديرش البزار في الطبخ ديالي، ما كنديرش البزار في الطبخ ديالي، كندير كمون وغندير، بما ان ما عنديش الحامض مصير فغندير غير الحامض العادي، هذا جا موجود في علب بحال هكا، غندير شويه لانه ما عنديش الحامض المصير، الحامض المصير اللي جيت معايا من المغرب كملته لحقاش كيعجبني ندير الحامض في سميتو. المهم غنزيد الربيع، دير بيديا، نزيد ندير الربيع، غنخلي شويه تاع الربيع حتى الاخر عاد غنديرو فيها، وغندير الزيت. هذا البنات زيت العود ديال الطياب، الا ما لقيتوش بحال مثلا البنات اللي في المغرب ديروا الزيت الرومي مع شويه ديال زيت العود باش يجي مخلط، كيجي عنده واحد المذاق يعني في شكل صافي. وغنغطي الخيزو ديالي يطيب، خليه يطيب مره بطبيعه الحال، غنحرك لا نار يعني متوسطه، يعني ما تكونش نار عاليه وما تكونش نار قليله باش يطيب لينا يطيب على خاطره. المهم دابا انا غنخلي الخيزو ديالي يطيب وغنمشي باش نحضر الوصفه الثانيه ديالنا. غنحتاجو فخد ديال البيبي، الا ما ممكن تبدلوه بفخد ديال الدجاج، ولكن في هذه الحاله غديروا فخوطه ديال الدجاج، يعني على حسب الافراد الاسره. المهم كيف ما كتعرفوا غسلتو ونقيتو مزيان، شويه ديال الفطر لي شامبينيون سواء طريين او معلبين، كاين المعلب، الروز كلاسي كيف ما كتشوفوا، لحقاش هو اللي كيجي زوين، كيبقى شاد يعني ما كيتهرش في الطياب ديالو وداغي كيطيب. الزيت، خرقوم، شويه التحميره باش تعطي اللون للروز، مليحه، سكينجبير، ربيع، ثومه وضامه ديال الزعفران.
كي غندير الفخذ ديالي سواء بالموس ولا بالمقص اللي بغيتو، غنقطعو من هنايا، غنبدا نقطع فيه حتى كنحي باش نحيد ليه العظم لداخل ديالو، نحيد العظم اللي لداخل نحيدو باش غنعمرو، يا اما بالموس يا اما بالمقص. غنتلاقاو بعد ما نحيد العظم. هانتوما البنات، حيدت العظم وحيدت حتى دوك العصب اللي كيكون الوسط، يعني راه كتاب يديك كتحيديهم. صافي، ملي حيدتهم غنشد المدلك وغنبدا نضرب. باش يدخل الطياب، باش يولي بحال الفيلي ديال اللحم. ودابا غندوز نطيب الرز. غندير الزيت في المقيله وغندير الشامبينيون ينزل شحروا ليا باش يطيبوا. ومن بعد مي غيطيب الروز غيطيب، ماشي نقولو تا نص طيبه، غيطيب الربع طيبه. غنحيد وغنصفيه وغنخلطو، غنخليه حتى يتصفى مزيان من الماء وغنخلطو مع الشامبينيون. الو، ها الروز ديالنا وجد، ها الشامبينيون، شويه ديال دامة تاع الزعفران، حكيت الثومه، غنضيف الربيع، غنضيف الملحة جدرتها، غندير شوية ديال الخرقوم، شوية ديال سكينجبير. كيف قلت لكم أنا ما كنديرش البزار. المهم غنخلط الخليط كله، المهم على حسب الأذواق اللي كتبغو، يعني على حسب الذوق اللي كتبغيو. نزيد شويه تاع الخرقوم، الملحه ما درتهاش لحقاش جا يعني فيه الملحه، شي طيب بالملحه. كيف كتشوفوا البنات، انا راه ما طيبتش الروز، طيبته الربع طيبه، راه باقي خضر، يعني باش يلاه يجي مع اللحم، مع عفوا مع بيبي يجي هو هذاك دغيا يطيب. المهم بعد ما خلط غنبدا نعمر في بيبي ديالي، غنعمر عمار على حساب اللي باش ما تخرجش ليا من الجناب، لانني راني غنعمر وغنخيط هذا الفخذ باش يجي بحال شي كميميسه. المهم هي افكار، يعني افكار مختلفه، يعني راه تبارك الله، راه العيالات تبارك الله، خصوصا العيالات العربيات وبالخصوص العيالات المغربيات، راه ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم. المهم دابا من بعد ما عمرتو غندوز دابا غنجيب خيط ديال المطبخ باش غنخيطو. هنا دابا غنبدا نخيط في الشعب الفلسطيني في حقه في التحرر من الاحتلال، خد ديالي باش العماره ما تخرجش ليا، التي اقرت عند تقسيم فلسطين في العام 1947. هكا يعني نجمعوا كامل، نذكر العالم نخيطوا ونتلاقاو من بعد. دابا كملنا خيطنا الفخذ ديالنا، دابا غنديروه فوق من المقله ونبدا نطيبو فيها. سميتو اللي باغا ديرو ديريكت بحال هكايا، دير الزيت، سخن الزيت وغتحمري على جوج الوجوه. الا كنتي غديريه في الفران غتطيبي ديريكت، غتشدي غديري غنشلط البصله ومن بعد نتلاقاو باش نغدو يطيب. من بعد ما تحمر ليا الفخذ على جوج جوي غنزيد دابا الثومه والبصله.
الثومه البصله مشلطه والثومه. نزيد شويه من الملح، ما تنساوش ان العماره راه مالحه. غنزيد شويه ديال الخرقوم، شويه تاع الجنجبير، و نص دعمه ديال الزعفران. عفوا، دابا غنشحر فيه غنزيد معاه شويه ديال الماء، غير شويه ما نكثرش، ونخليه يطيب ونتلاقاو بعد ما يطيب في الخد ديالنا. هانتوما اخواتي، كيما كتشوفوا هذه الزعلوك ديال خيزو، ها هو واجد، ها الطبق ديالي ديال البيبي ها هو واجد، زوقته بشويه بداك الشيء اللي بقى ليا ديال الروز، والمريقه ديالو جات خاطره، يعني كي هاد الاطباق كتجي روعه. نتمنى الاطباق ديالي يعجبوكم، وبالصحه والراحه، وجربوهم وما تبخلوش ليا بلايك.